نظمت جمعية راديوس برئاسة قادة شافي وقفة تضامنية مع سكان غرداية نظرا للظروف التي شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة، حيث استقبل أعضاء الجمعية بصدر رحب، وقد شمل يوما تخصيصيا لفائدة التلاميذ. ناس الشمال، ناس رجال في لارجيري، أي جزائر وحدة تبدأ من الجزائر وتكمل في تمن راسك وتبدأ من المغنية تكمل حتى تريب تبسها. تحية غردايا. اللي سمعنا باللي كاينة مشكلة هنا، جينا هنا باش نبينوكم باللي أنا متحدين معاكم. أنتم الصهار، خلوا الكبار بيناتهم، دوك المشكله تنتحل ان شاء الله. اللجان هادو اللي يسحقوا المساعده المعنويه تاعنا تاع غردايه، نوعدك انا المدير باش توجد لي ان شاء الله 20 تلميذ يجي يفوتوا عندنا ثلاث ايام في وهران، يعيشوا الفرجه الرياضيه والفرجه المعنويه والاحتكاك مع ناس الشمال، الشمال والجنوب واحد، والجزائر عمرها ما تقسم تقعد توجور واقفه. عودة إلى الشأن المحلي، حيث وفي إطار خلق أجواء التسامح والأخوة في أوساط الشباب، حلت جمعية راديوز نهاية الأسبوع الماضي بقيادة رئيسها قادة الشافي بولاية غردايا التي عرفت المدة الأخيرة بعض التوترات. راديوز كانت محملة ببرنامج ثري، حيث قدمت مساعدات مالية إلى عائلات ضحايا الأحداث الأخيرة، كما نجحت الجمعية في المصالحة بين الناديين الرياضيين لمدينة القرارة الوداد والترجي، وقام الوفد أيضا بعملية تحسيس بين أوساط التلاميذ. عباد ضروا عباد فهم وفدنا، هذه دوكا احنا لا احنا مستفيد منها، لا احنا المالكية، لا خوضنا الإباضيين مستفيدين منها، مستفيدون أطراف خارجية. لاحظنا التجاوب اليوم والبارحة، تجاوب جميع سكان بريان هنا، ولهذا فإننا نحن جد مسرورين. نأكد للمرة يعني للمرة يعني أن هناك تلاحم وعودة الروح بين الناس بريان. الحقيقة في وقت الشدة رجال حقانيين تاع بريان وتاع غردايا بانوا واستطاعوا باش يخلقوا الصلح، وهذا لفائدة الجيل اللي راه صعد. أنا واش نقول لهم؟ أنا إن شاء الله نبعث ميساج اللي إذا حرموهم من الدنيا هما محرموهم من الجنة. زعما اللي راهم دايرين هذا السبب في القتل، وربي هذه الشباب ونطلبوا التسامح لأن المسامح كريم. زارت جمعية راديوز عائلتي ضحايا الأحداث الأخيرة بغردايا، حيث قامت بتكريم عائلتي المرحومين بالحاج قبيلي وخالد الحاج سعيد عاصم بخاري. حضر تكريم وأرسل بالتالي. الله يرحمهم وش تنصح ناس غردايا هادو اللي تعرفهم منذ مدة؟ نصحهم يطلبوا ربي، برك يطلبوا ربي، ما كانش قد أكثر واسمه. هاد البلاد هادي الغالية علينا كاع والعزيزة علينا كاع، ان شاء الله نتمنى الخير لهاد البلاد وما تستاهلش هاد الشيء هذا اللي رانا فيه. المواساة هذه زادت فينا الحمد لله قناعة وإيمان وصبر، وليت تستمر الحياة كما يقول. مجموعة الشهداء ويرحموا كاع الشهداء الجزائريين، ونطلبوا من هاد الأمة زعما التفاهم، ونطلبوا ربي يهز علينا هاد البلاء. نطلبوهم بالتهدئة ونطلبوهم يعني بالتفاهم. هو درس لجميع سكان الجزائر وشباب الجزائر باش ما يطيحوش في الفخ وما يطيحوش في ألاعيب الذي يريدون زعزعة استقرار الوطن. احنا من البارح قطعنا 2000 كيلومتر باش نبينوا الناس غردايا باللي حذاري ثم حذاري، راه عندكم أطفال، راه عندكم بنات، راه عندكم أولاد، حذاري. سقطوا اليوم زوج ضحايا، الجزائر وغردايا ما يليقش يسقطوا ضحايا وخد أخرين. قام رئيس جمعية راديوز قادة شافي بعقد مصالحة تاريخية بين الناديين الرياضيين لمنطقة القرارة الوداد والترجي، خاصة وأن شرارة العنف بمدينة غردايا بدأت تظهر بعد نهاية اللقاء الذي جمع الفريقين، حيث اجتمع الطاقم الإداري والفني بالإضافة للاعبين على طاولة واحدة سادتها الأخوة بين أبناء المنطقة الواحدة لغردايا، في صورة تعطي أحسن مثل في تضامن الجزائريين فيما بينهم. هذا وقدمت جمعية راديوز بعض المساعدات للفريقين، تمثلت في عتاد رياضي قبل أن يأخذ الجميع صورا تذكارية. لنتابع.
مدينة غردايا بدأت بلقاء لكرة القدم اللي جمع وفاق قرارة مع ترجي قرارة، واليوم برعاية وزارة الشبيبة والرياضية والاتحادية الجزائرية لكرة القدم والاتحادية للرياضة الجميع وجمعية رادياز استدعينا اليوم زوج لاعبين من التشكيلة ورئيسي الفريق باش نعلن المصالحة، وهي مصالحة للأنصار والمصالحة للرياضة في غردايا، وإن شاء الله عن قريب بشرى بالنسبة لفرق كرة القدم أن المنافسة ستعود عن قريب وفرق غردايا ستستقبل في ميدانها، بعدما أن لاحظنا وشهدنا بأم عيننا بأن هناك أمن وهناك عودة الاستقرار في مدينة غردايا. كما راكم تشوفوا رانا في افلو، راهي الساعه 1:30 تاع الليل، قلعنا من وهر على 8 باش ان شاء الله نروحوا لغردايا، راهي 3-0 في افلو تلج. راكم تشوفوا رانا غادي لغردايا وحنا جمعيه رادياز، راه معايا سي حنصان سي هشام سيدو حموده وسمير والحارس بالشيحه النصر، من اجل غردايا ومن اجل السلم بين المواطنين الجزائريين انا نضي بلاصين غردايا ورانا غاديين غردايا تحيا الجزائري تحيا الجزائري تحيا تودري في برازيلي. ماشي عاشوف الكاميرا شويه والله قاعد تشوف الكاميرا هذا اللي بغيت نوريه. كما راكم تشوفوا الان رانا في على رانا داخلين مدخل مدينه الغواط على بعد 250 على غردايا، وراهي تمام الساعه الثالثه، وهذا تحدي لشباب وشخصيات رياضيه خدمت كره القدم الجزائريه سابقا على غرار سي محمد حنصال وسي ناصر بن شيحه، كذلك شبان اللي مثلوا الان الحركه الشبابيه ورجال انصار فريق الفرق الجزائريه والغرب الجزائري. هيا هدر هدر الناس هدر بن شيحه درجة البرد راهي كبيرة في غردايا، وصلنا وإن شاء الله باش نبدو البرنامج تاعنا، برنامج تحسيسي، برنامج تكريم، برنامج مساعدة الجمعيات الرياضية، برنامج إيصال رسالة إلى الشباب، شباب الجنوب وشباب غردايا أن شباب الشمال والحركة والمجتمع المدني متضامنين، وإن شاء الله يتمنوا السلام والسلام الكامل لشباب غردايا، وغردايا هي الجزائر والجزائر هي غردايا. Oh!
شباب. جينا هنا باش نبينوكم بلي انا متحدين معاكم. انتم الصغار خلوا الكبار بيناتهم، دوك المشكلات تنتحل ان شاء الله. الصغار قروا ولعبوا الفيسبوك، خرجوا الافلام تاع الدروب كي تكبروا زوجوا.
السلام عليكم. وعليكم السلام. الله جيناكم من وهران خويا، جينا باش نقسموا معاكم الهم هذا اللي راح تكون في الغداء. واجدوا الكلمه لجمعية راديو الشيخ. شوف خويا العزيز، هذه كلش راه مخدوم، هاد لافير وهاد الاسم والمناوشات هادي كلش راه مخدوم. اللي خدمها ما عرفناش، نقول له كيلك ربي، راه كاين فيها الموتى، راه كاين فيها الخلعه، راه كاين فيها الهم في السبيطار، وزيد وزيد وزيد، راك فاهمني كيفاش. وما عندي ما نقول. هاي شوف نتمنى ربي يهديهم، نتمنى هادو اللي داروا هاد المناوشات هادو ان شاء الله كاع يبانوا، نتمنى يخلصوها غاليه في الدنيا قبل الاخره. وهذا واش نقول لك، رانا الحمد لله في هذا الوقت، ومرحبا بكم وتشرفنا وراكم في غداية. عاودونا مرحبا بكم، يعطيكم الصحة، زعما فرحتونا شوية حيت هاد الناس اللي خلقوا في بيناتكم الفتنة، واش تقولوا لهم؟ ماذا بينا يسود الامن وكاع، ماذا بينا يكون مشيتو هنا عندنا في الليسي خدرو فيا هنا في الليسي. ايوا جات كاين شنو تقولي؟ نشكر السيد المدير على اللي راه بحال مساندنا وكاع، نشكر الاستاذ بخاري تاعنا مراقب وقاده الشافي رئيس جمعيه راديوز، واش تقولوا له اللي جا عندكم؟ ربي يحفظه. مرحبا بك. هيا و 1 2 3 ديفا لاجيري. قال لك إبادية مالكية، هي ما كاش منها هذه، تسمى هذه فيها عفايس برانية عبال، كاين عباد برانيين يحوسوا يفزدوش كيف البال، هذه هي تسمى باش تحكي لي تقول لي إبادي مالكي ما كاش منها هذه. احنا ماذا بينا على كل حال يرجع لها وسمو، الحمد لله احنا نقولوا راه هدات الاوضاع وكل شيء، بصح مازال خايفين تعاود تنوض، ثم لازم كاين الامن، لا الامن الحمد لله راه صاهر علينا وكلش، كاين عباد راهم يباتوا وكلش، راهم مش يرقدوا ميم با باش يسهروا علينا ويقولوا بلي غردايا تقعد لاباس بها. النصيحه تاعك للكبار تاعكم الاولياء، كبار الحمد لله راهم واقفين علينا وكلش، بصح كيف نقول لك، انا قلت كل مهم اسونسيال هاد الازمه وهاد الفوضى، حنا رانا متضررين، كاين عباد تحبسوا، كاين عباد ضربوا، كاين عباد تحرقوا ديارهم، فقراء مساكن خاطيهم كاع حد الصوالح ياك، راحوا ضحيه، كاين عباد ماتوا، كيفاه يصرى موت على جلوش، وشني السبب؟ ماتوا عباد، ماتوا عباد، ضروا عباد، فهم وفدنا هذه دوكا، احنا لا احنا مستفيد منها، لا احنا المالكيه، لا خاوتنا الاباديين مستفيدين منها، مستفيد منها اطراف خارجيه، ربي يعلم بها. واليوم هذه المبادره اللي شفتوها مع الضحك، الحمد لله دوكا نهضروا على المبادره هذه، والله قدرت لنا امبيونس كبير خاوتنا مع شباب الجزائر، خصوصا اللي جان هادو اللي يسحقوا المساعده المعنويه تاعنا تاع غردايا. نوعدك انا المدير باش توجد لي ان شاء الله 20 تلميذ يجي يفوتوا عندنا 3 ايام في وهران، يعيشوا الفرجه الرياضيه والفرجه المعنويه والاحتكاك مع ناس الشمال والجنوب واحد، والجزائر عمرها ما تقسم، تقعد توجور واقفه تفضلوا استاذ، تفضل ورا سي حنصام سي محمد، اروحوا واحد هذا هو مش فرايم مره كنت تلعبوا البولا كنت تضيعوا حسابات تاع والديكم، ثم غير تقبلوا فانساك وقال لي فامي تكدي هذه، كنت الرياضه ثاني هي اخلاق الدرجه الاولى، نقول لكم ما تدخلوش في الحسابات تاع الكبار هذو، ثم غير تلعبوا بولا وريال مدريد وبارسا والانترنت، هذو لما يدبزوا بيناتكم ما تدخلوش روحكم فيهم، تاخذوا غاديك
وخاصة الرياضيين اللي نتمنى إن شاء الله أننا نعود بقوة إلى الملاعب ونكمل المنافسات. حيو 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 بارك الله. زيد مدير الشبيبة والرياضة. هيا فريق انا واش نقول لهم، انا ان شاء الله نبعث ميساج اللي اذا حرموهم من الدنيا هما محرموهم من الجنه، اللي زعما اللي راهم دايرين هذا السبب في القتل. وربي هذه الشباب ونطلبوا التسامح لان المسامح كريم. هذا هو كلام. وانت زيد تقدم ثاني بالمناسبه زيدك واش راح نقول له؟ يبان لي كل شيء حنا نطلبوا كما قال لك، نطلبوا بالمسامحه تعود البلاد كما كانت ونعود متعدين كيف كيف. الحاج نصيحتك صاحب غردايا؟ نصيحة كل واحد يولي كوبيل كما زمان كان والو كاع رانا كيف كيف كاع خاوة المشاكل هذي هذي. يرحمهم امين، وربي يعطيهم بلاصه في الجنه أمين. وربي يصبر والديهم أمين. وان شاء الله ربي يخلفها لهم بالذهب ان شاء الله في الدنيا وخت اخرى ان شاء الله أمين. وربي يعطيهم راهم متمنين وربي يصبر امهم ويصبر خوتهم وفاميتهم امين، والرحمه والمغفره والبركه. بركه عليه بركه يا معنا بالهم برده راهم ملاح. عطيناك بوله كادوليك وعطيناك شازيب باش تحمل لي مساحه هاكو هذا البالو. اهلا اخويا. اهلا يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. تعرفوا بسم الله. شوف دقيقة. تفضل خالد. حاجة للشرطة. بارك الله فيك. شوف الشرطة. ها هم راه معطوري سي لا بريمير هضروا لنا الثوره خرجوها هذه في النهار ان شاء الله ويجوا راكم درت لا تشوفني هنا في الدرك الوطني راهوش كبير نتاع الدرك الوطني هذه ان شاء الله. الله يبارك. شكرا شكرا شكرا. تاع لي بورت اوفرت شفتو عالي وراه ضرب لي بلا باري فوتو ضرب لي صحيت.
وأن أطيع رؤسائي في كل ما يدعوني إليه الواجب، وأن لا أستعمل القوة إلا لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين وحماية المواطن. كما دي السلام خويا راه قاعد ها حنصر محمد صافا اسمع قاعد يضحك اخويا الحاج كي راك لاباس محمد شاوروا خلوني هنا دوك نعيط للمراه ولاد هنا تاع دولاني والو شكونوا متفاهمين حنا بالريان هادي جينا هادو بينا شكون اللي عقل جينا انا وبلومي الاخضر وجينا انا وسي محمد حنصل وبالجهه جيناكم هنا تلاقينا مع جماعه قسمنا عليكم ماتيريال ليكيبمون سبورتيف وكلش اليوم كنا في القراره صالحنا بين هذوك القراره وبيناتهم لعبوا ماتش ما كان حاضر حتى مسؤول حنا باسكو نحبوا سبور نحبوا الرياضه بالك تالي فيكم يعرفنا خاطينا بوليتيك خاطينا كاع سياسه فهمتني دونك جينا هنا تاني بالريان هذه عندنا خوتنا باش نقسموا عليكم بالون شويه لي شاجيب باش نلعبوا به هذا مكان خوتي صح قايس بيت صفقونا على لا بوليس ها ولا راه على قسم ها اسمع ها ولا جد قولوا احنا ناس برية نحبوهم والله الا نحبوكم احنا يا خويا كيف الخير ماذا بيناش نرفع النار تاع السكين كثر خير وربي يعجل خطوات حسنه ان شاء الله درك شويه اخويا كثر خيركم وبارك الله فيكم وربي ان شاء الله يثبت اجركم ان شاء الله امين وربي يجعل خطواتكم حسنه وربي يطفي هذا النار تاع الفتنه وخلاص احنا ما نحوسوا على والو نحوسوا نعيشوا وخلاص وربي يعاونكم بارك الله فيكم وراه عيط جيبيلي تاع ولا طارق عيسى هادي ils vont organiser un jubilé هنا تاع واحد طاهر عيسى كنا لي جوير نجيبوكم باللومي ولي زونسي تاع 22 فوالا نديروها بصح نتفاهموا زين فوالا لازمشي نديروها نديروها مول فوت باش ما ندخلوش البوليتيك حنا خاطينا بوليتيك نديروها مول فوت نديروها معامي 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 ديبي تاع معامي حنا علينا لي دو توني تاع لي دو زيكيب وعلينا 5 ملايين نعاونوا بها هذا لونسيان جوار وانتم ما نهضروا مع البلديه ولا يعاونوا دوك نعطيك دروك نعطيه لاكار فيزيت وخليها عندك لا دوزيام لا دوزيام سومين تاع معامي تالو من عندنا الجيبيلي تاع حد السيد وخمس ملايين ولا غير تالو عند الجيبيلي روح عندك لاكار فيزيت السلام عليكم جماعه وربي يعاونكم الله يعاونكم عمي هيا 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 فسمعوا كاع هيا لا راديو على الزياره هذه المباركه لبلده سبريان
اللي جمعت من الاخوه هنايا متساكنين تاع بريان. ان شاء الله يجونا في ايام المستقبل ان شاء الله يكونوا دون دو كادر دي جي بي لي ولا دي شوز كيما يقولوا نفرحوا البلاد وجو دوز دي مومون بلي اغريابل ملاح نشوفوا بيان كوم يلفو ونفرحوا كي كيف. بارك الله فيك. جد مسرورين بتواجدنا مع اخوتنا في بريان. نحن نعتبر جميع سكان بريان سكان الجزائر وسكان الشباب، تربطنا معهم علاقات قديمة وعلاقات رياضية منذ القدم. لاحظنا التجاوب اليوم والبارحة، تجاوب جميع سكان بريان هنا، ولهذا فإننا نحن جد مسرورين. نأكد للمرة يعني للمرة ولي يعني أن هناك تلاحم وعودة الروح بين الناس بريان. الحقيقة في وقت الشدة رجال حقانيين تاع بريان وتاع غردايه بانوا واستطاعوا باش يخلقوا الصلح، وهذا لفائدة الجيل اللي راه صعد، ونظن أنهم تبنوا الفكرة وعرفوا كيف يقضوا يعني على الناس اللي كانوا يحوسوا يعني يخلقوا الفتنة في بريان ولا في القرارة ولا في غردايه ولا في كاع جميع السكان، يعني تعيش مدينة غردايه وتعيش مدينة بريان وتعيش مدينة القرارة ويعيشوا جميع سكان الجزائر. حقيقة برهنوا ناس غردايه وبرهنوا ناس القرارة وبرهنوا ناس بريان على الحنكة تاعهم وعلى الشجاعة تاعهم في التغلب على يعني المشاكل تاعهم. السلام عليكم. Thank you.